السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبدا لا فيديو تاعنا اليوم، ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله جبت لكم حلوة فقط في 10 دقائق، مكونات اقتصادية تحضريها القهوة العصر ولا الفطور الصباح الاطفال تاعك تفرحيهم بها وتجي طرية وتجي بزاف بنينة، وكما قلت لكم اقتصادية، ما كانش اللي ما عندوش هذه المكونات في البيت وتجي خفيفة تجي روعة. خليكم دوك مع الوصفة مع المقادير، مشاهدة ممتعة للجميع. نبدأ على بركة الله مع طريقة التحضير. في نفس الوقت نعطيكم المقادير. عندي 3 حبات نتاع البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. انتم إذا البيض تاعكم كان كبير ديروا غير 2 حبات نتاع البيض. أنا البيض تاعي كما كنتم تشوفوا راه صغير، درت 3. عندي قرصة نتاع الملح، وعندي 3 مغارف تاع السكر. ما تكثروش بزاف السكر باش ما تجيكمش حلوة، لأنه الوصفة تاعنا راهي فيها الكاكا بيجو أو ما يعرف بحلوة الترك. نزيد لها حوالي ملعقة صغيرة نتاع فانيلا، ملعقة صغيرة فقط. أنا استعملت غبرة، تستعملوا السائلة ولا غبرة كيف كيف. نخلطوها جيدا بالباتر حتى ينسجموا مع بعض. بسم الله. عندي أيضا هنا كاس غير ربع نتاع السكر، أو عفوا نتاع الزيت، كاس غير ربع نتاع الزيت. كما ممكن ديروا نص كاس إذا ما كانش موجود عندكم الزيت وحابين يعني ما تستغلوهاش بزاف لأنه راهي مش موجودة. نخلطوا ثاني، ما نعرف انتم ثاني كي حالتنا ولا لا، احنا هنا الزيت راهو موش موجود. المهم ربي يجيب الخير لبلادنا وخلاص، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عندي لهنا كما نقولوا احنا كاس غير اصبع نتاع حلوه الترك او الكاكا بيجو. انا استعملت هذه النوعيه، استعملت شهرزاد، يعطيها ذوق رائع. على قلت لكم ما ديروا السكر في البدايه بزاف، لانه نهبط هذيك حلوه الترك، لانه فيها حلوه الترك راح تجي حلوه. ونزيدو نخلطو جيدا حتى ندخلو هذيك حلوة الترك كامل معاها. إذا نشوفو كيفاش ولات. دوكا بالنسبة للون على واش تغير، لأنو حلوة الترك تاعي راهي كاكا بيجو مخلطة بالشيكولا. نتوما استعملو من الأحسن هذي اللي فيها الشيكولا، راح تعطيكم ذوق خيالي. أنا يعني وهاد الحلوة نقدرو نديروها القهوة تاع عصر كيما تحبو. دوكا واش بقاتلي؟ بقاتلي الفارينة والخميرة. عندي كيس تاع خميرة كيميائية، وراح نضيف الفارينة بشوية ونقول لكم في الاخر شحال داتلي، لانه القوام راح نحتاجه يكون سائل. عندي الكاس الاول، بسم الله. نضيف ايضا كيس نتاع خميرة كيميائية كامل، وندخلوا هذيك الفارينة غير بشوية من الفوق للتحت هكا حتى ندخلوا هذيك الفارينه كامل. ممكن تدي لكم كاس كامل، ممكن تدي لكم كاس ونص، ممكن زوج كيسان، ما على باليش حسب النوعيه نتاع الفارينه تاعكم. دوك انا راح نضيف الفارينه بالتدريج وراح نعطي لكم القوام تاعها ونقول لكم شحال دات لي. اذا لهنا ضفنا الكاس الاول، راح نزيدو نضيفوا الكاس الثاني، ولكن راح نضيفوه بالتدريج، فهمتوني؟ ما تضيفوش كامل باش العجينه تاعكم ما تقصح لكمش. اذا لهنا راهي دات لي زوج كيسان نتاع فارينه. شوفوا القوام كيفاش نحتاجوه، راكم تشوفوا كيفاش. نتوما ديروا زوج كيسان تاع فارينه وشوفوا. اذن هذه دوكا راح نجيبوا البلاطو تاعنا. بالنسبه للبلاطو تاعنا دهنتو بالزيت، المقاس تاعو راهو 35 على 30 باش ما نلقى حتى تعليق تقول لي شحال المقاس، لانه بزاف منكم ماهمش يتفرجوا في الفيديوهات ومن بعد يقول لك راهي ما تصلحناش الوصفه وما على باليش كيفاش. تبعوا الفيديو من الاول للاخير، راني دائما نعطيكم نصائح. المقاس تاعو راني نعاود لكم 35 على 30، وراح نخلي لكم المقادير كامل في صندوق الوصف. نحطوا الخليط تاعنا في هذاك البلاطو. لهنا نجيبوا الزيت نديروها في يدينا هكا بهذه الطريقه، ونمشيو هذيك العجينه تاعنا على كامل البلاطو. سمعتوني هكا، ونمشيوها على كامل البلاطو. ممكن نتوما ديروا بغيتوها تكون طالعه شويه، ديروا البلاطو تاعكم اقل من هذا المقاس تاع 35 على 30. نمشي لهنا باش نحيو هذوك ليطراس تاع الاصابع فقط بالملعقه، وانتم مشيتوها. دوك راح نفوتها للفرن، الفرن كون شعلته مسبقا عفوا على 180 درجه. كي نشوفها حمرت شويه الجواب نزيد نعطيها تحميره خفيفه من الفوق، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. طبيعه الحال الفرن تاعنا نشعلوه مسبقا قبل ما نبداو الوصفه تاعنا، لانه راهي ما تديكمش وقت كبير. قبل ما تبداو تخدموا في الوصفه تاعكم شعلوا الفرن تاعكم، سخنوه مليح، نطيبها ونكملوا. وقت اللي نخليو الكاطو تاعنا يطيب نجيو نخدموا لهنا الكانوش اللي راح نغطيو به الكاطو تاعنا. عندي لهنا انا استعملت شيكولا مونا نوار في جيكاو اسود باش ما تجيناش الحلوه تاعنا حلوه بزاف، فهمتوني؟ راح نضيف لها ايضا حوالي نصف ملعقه نتاع الزبده.
لان هذا الكناش كيفاش راح يجي؟ راح ما يجيناش يابس. كون ديروا الشيكولا وحدها من بعد كي تقسموا الكاطو تاعكم راح يجيكم الكناش يابس وراح تتبزد لكم لا فورم تاع الحلوه تاعكم. نديروا حوالي نصف ملعقه نتاع زبده مع الحليب، حليب حوالي 4 كاس نتاع حليب، ونحطها في الميكرووند ولا في حمام مائي، ومن بعد نرجع لكم. اذا نشوفوا الكناش تاعنا كيفاش راهو، هذه هي. دوكا نروحوا نجيبوا الحلوه تاعنا بعد ما طابت، عطيتها تحميره على الوجه كما راكم تشوفوا، ونحطوا لهنا هذاك الكناش. بسم الله نمشيو غير بالعقل ان شاء الله يكفينا فقط. دوكا راح نمشي على كامل الوجه تاع الكاطو تاعنا، ومن بعد ان شاء الله نرجع. اذن هكا معليش الجوان الحرف هذو ما يهمش، من بعد راح نحيوهم ونجيبوا لهنا. عندي كاوكاو محمص ندير من الفوق، انا تاعي الكاوكاو راه محمص بزاف زياده على اللزوم لانه خدمت بيه الغريبيه وبقالي. معليش ما يهمش تما ما تحمصوش بزاف، تقدروا ديروا اي حاجه من الفوق، اي مكسرات كان عندكم تقدروا ديروا جوز الهند، تقدروا تخلوها فقط بالشيكولا هذا يرجع لكم، ونخليوها حتى تبرد تماما وتحكم هذيك الشيكولا مليح روحها. من بعد ان شاء الله باش نقدروا نقطعوا مع بعض ويجي طري، يجي يذوب في الفم، الذوق تاعو خيالي كما قلت لكم. تحضروا القهوه تاع عصر يجي بزاف بنين، ولا الفطور الصباح. اذن هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتدعوا لي باذن الله. اذن هذه هي دوكا راح نخليها تبرد، ومن بعد ان شاء الله نجيو نقسموا مع بعض وتشوفوا في صحن التقديم. اذن هنا كما راكم تشوفوا بعد ما بردت لنا نحيو هذ الجوانب وحدهم لانه راهم يبسوا لكم شويه، نحيوهم هما الاولين. ودوكا نبداو نقسموا فيها باش نديروا حبات تجي طريه تجي تذوب في الفم هذه الحلوه، وفي نفس الوقت تعطيكم واحد القرمشه والكو تاع الكاكا بيجو معاها. اذا دوكا راح نقسمهم كامل طبيعه الحال، راح تشوفهم في الاخير في صحن التقديم. اذا شوفوا الوصفه تاعنا لهنا كيفاش راهي، كما قلت لكم تحبوها تجيكم طالعه بزاف نقصوا في المقاس تاع البلاطو. نقسمها لكم، شوف كيفاش تجي طريه، راهي طريه شوف تجي روعه روعه. نتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جام تكومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابون ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر، تهلاو في رواحكم، سلام.